قصبه الودايه بعد اعاده الترميم ديالها اصبحت في حله جميله جدا صراحه. الترميم ديالها من جميع النواحي عاودوا ليها الطريق ديالها مزيان، داروا ليها رخام كيف ما تلاحظوا معايا، داك الشيء ممتاز ورائع. بدلوا ليها حتى بعض الديكورات في الواجهات الاماميه، بعض المحلات البيبان حتى هما خشب نوع جيد، الناس السياح بكثره كاينين. بعض المنازل اللي كانت آيلة السقوط حتى هي تعاود لها الجدار ديالها، تعاود التأهيل ديالها من جديد. التاريخ يتحدث عن نفسه في هذه القلعة، في هذه القصبة. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام على الزركشة والنقش والزوقة والزليج المغربي الأصيل. منظر جميل صراحة، إبداع، فن، أصالة وتاريخ مغربي نفتخر به. شوفوا لي التوريست هنا اش دايرين، السياح هنا. واحد القضية غنهضر لكم عليها، تبارك الله هادو ملي تيوصلوا للتقاعد كيبقاو غير السياحة والجوالات. حنا دابا المغاربة ملي كنشدو التقاعد اش كيبقى؟ كتلقاهم شادين شي قنت وما كاين غير الروندا هرشا معلق. الله لفتيني والله تندير لك سته وضامه دير شد الواد. هادو لا، هادو عاد تيبداو حياتهم، عاد تيتهلاو في راسهم وتفركسو وزنزو، يتكبر لك على مهيره ولا تيتيزه وبدا يجول مع راساته ويخرج ويدور. تبارك الله. صافي تانا غنخرج التقاعد نمشي ناخذ نص نخزنتو طلع زين فانس المانيا. يلا سيدنا نضحكوا شي شويه. اذا هذا البوابه ديال احد بوابات قصبه الودايه. هنا باش كتعجبك الرباط مدينة أنوار، مدينة الثقافات، وهو الطبيعة الربيع، هذا هو اللي كنأكد عليه. الغازون والربيع ما شاء الله كيعطيك واحد الحلة وواحد المنظر جميل جدا. يلا بانت لكم شي حاجة مشاهدينا الكرام، الدبابة والتليفون راه على قد الحال قديو اليوم معنا يسهل علينا الله بشي عدسه ديال سوني ولا شي عدسه ديال ايفون. عندنا صومات حسان وبرج محمد السادس عصرين متقابلين. يا سلام على منظر، يا سلام.